هذا الأسرة في شيء أسباب في الناس في كل يوم. خلي تكلم السيد، معلش تفضلي يا ابله.
مفارقة إن كان في هولندية صحفية معنا، هذه الصحفية صديقة المعتصم. الاسم بالله اسمها معلش. اسمها تالا أو نسيت اسمها. لكن هي موجودة مع هولندية كانت معنا. هولندا. طوروا لما صحفية هولندية تجيب اتصال لمكتب المعتصم يتم تأمين إقامة لها وتتوصل للإعلاميين الليبيين في إقامة. يعني في هولندية. نعم. عندها حقوق إنسان لا لأنها هولندية والأنجلية. إيه هولندية. انتقلنا لفندق كرواتيا. إحنا للمجموعة الإعلاميين ثم جاش المغرب إلا كانت هناك اشتباكات عنيفة جاية في المدينة القديمة. جلطينا ويعني ما عادش في أمن أيضا ما كانش في أي حركة اتصلنا مرة أخرى. نحاولوا إن أي حد يحمينا. أي حد يطلعنا يوصلنا لحياتنا حتى لو بنموت الموت وعند أهالينا. ما لقيناش حد. خلوا عليكم كلهم. ايضا اتصلت البنت الهولنديه بمكتب المعتصم قالوا لها انت تقعدي في الاوتيل هم يطلعوا احنا ما لناش علاقه بيه. هذه الكلمه كانت مستفزه. خلصنا نطلع من الاوتيل زين ده حاولي بسرعه هذا لما قوي صوت شويه معلش. خلصنا نطلع من الفندق واذن على الله سبحانه وتعالى ندافعوا على شيء احنا كنا هيك نعتبره فيه قضيه، كنا نعتبره ان فيه مؤامره على الوطن، كنا نعتبره ان اسلم الطرق ان يبقى نظام للذنب وسفك الدماء، يعني هذا احنا كان في اعتقادنا باعتبار ان اساسا حتى لما قامت ثوره ال 15 فبراير هي من يوم 15 فبراير النظام كان في عنق الزجاجه، كان يحتضر منذ تاريخ 15 فبراير بدليل انه وضع كل التنازلات لهذا الشعب. ماذا تريدون مني وانا مستعد ان يعني افعل كل هذا؟ نمشي لكورنتيا بالتاريخ بالضبط يا ابن الهلا. لو سمحت هذا الكلام اللي بتقري فيه هذا في برنامج هذا ولا في برنامج شاكير؟ انا اتكلم عليه برنامجي، نتكلم عليه الشيء اللي موجود، نتكلم على اشياء انتم تعرفوها قبل. يعني انت ما اعتقدش انك انت خلال الفتره هذه ست شهور ما طلعتيش ولا ما تفرجتيش على مرئيه ولا شفتي على اقل الشارع ولا وصلوا لك معلومه بالهاتف لان الشعب الليبي بالكامل انتفض على هالطريقه. انت طلبت مني نتكلم بالشفافيه ونتكلم بالحق. نعم نعم نعم. في بعض اشخاص يعكس معمر الجهل. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني في ناس عندهم هذه العقليه. يعني انا نعتبر متطرفه، انا احيانا بتقابل مع ناس لما نتناقش معهم انا باقي قدامهم منشقه. شو بتقولي هذا الان للشعب الليبي؟ أنا اللي بنوصل حاجة. المهم احنا طلعنا كان اتجاهنا طريق السراج. شفنا طريق قبل هذا معلش كان في يوم 21/8 22/8 وين اتجهتوا؟ متجهين للسراج عن طريق حي الأندلس. شفنا جيش. زين. كان اعتقادي إنه جيش. ناس جاية جحافل عليهم أيضا ناس لابسين الزي العسكري. فكنت أنا وزوجي وأيضا نورانا عائلة ليبية أخرى وفتيات من قناة الليبية. فالناس اللي معي في السيارة قاعد يقولوا هذم الثوار. فقعدنا نقولوا جيش ثوار جيش ثوار، مش عارفين لأنهم كانوا بعاد. فإحنا كنا هيك في الطريق فهم وقفونا. لما وقفونا شفنا العالم. أنا كنت راكبة تالي بالسيارة مظلمة، ما فيش حد شافني، ما فيش حد، مجرد إن عرفوا إن في امرأة ما حاولوش حتى إن يكتشفوا من هذه المرأة. يعني صار اشتباك بين الثوار أنفسهم قاعد يقولوا عيلة 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 لازم نحموها. وهذه العيلة يعني قاعد يقولوا إن هذه الطريق مش مأمنة، في إطلاق نار، لازم إن إحنا نأمنوا لكم الطريق، ما نقدروش نقولوا لكم تمشوا بأي طريق. أنا كنت أشوف العالم مش صدق. أخلاق الثورة، أخلاق الثورة. لما شفت هذا الموقف. أخلاق الثورة لما شفت هذا الموقف. نعم. بالذات سلمت الثورة. في تصرفات غير مسؤولة كانت من الناس اللي قلتلكم اللي شفت أعصابهم. لكن في ناس من الثورة اللي كانوا في الجبهة جابوا سلاح باش يدافعوا عن العالم وكانوا مستعدين حتى إنهم يطلقوا النار من أجل إن ينالوا سلم للجهات المسؤولة سالمة. إن شاء الله. هؤلاء الثوار. مشينا للزاوية شفت ثوار الزهسان، شفت ثوار من الزاوية، شفت ثوار من زوارة. بالأمس تقابلت أيضا مع ثوار النجول.
سيدة هذا يعني انت سمعت كم التغطيه للمستشار على التجديد لما قال على اساس ان كل اللي بيضمن حقوقه ما فيش حد ياخذ عليه وفي قضاء عادل حيكون واي شخص له جلدية الدماء ولا اكتلس ولا دار شيء يخص اللي بيه هذا يتحول للقضاء. نعم هذا الطمر احنا نتمنوه في الدوله الجديده ان شاء الله. انا احترمته جدا عندما قال كلمه هي يعني قال انه هو نفسه مستعد انه يتحاكم على الاربع سنوات. نعم يعني تمنيت ونتكلم بشفافيه انه لو قالها من بدايه الاحداث لان احنا كنا نتعامل معاه انه هو شخص محسوب على النظام السابق هذه حقيقه. لكن كانت مواقفه جيده من زمان للاستاذ المستشار يعني النظام كان معارض على الاشياء هذه وبالتالي قدم باستقالته. احنا نستوى في مرحله ان احنا نتناقش وانت معه وانا ضد. نعم احنا كنا سوا تحت لواء الدوله الليبيه الواحده. لا كنا اخوه سواء انتم كنتوا يعني انضميتوا لثوره 17 فبراير او احنا ما انضميناش الليبيين لازم يكونوا سواسيه. ولابد من التعاون مع كل الليبيين انهم اخوه. وما يتمش التعامل مع الناس ما انضمتش لهذه الثورة إن لا أنتم درجة ثانية وأنتم خونة. يعني زي ما قلت أنتم يعني في الأخير بكرة في ناس كانت تخضع للمناطق المتحررة كل شيء واضح عندهم حتى الأشياء اللي كانت تحت الطاولة واضحة عندهم. أنا ما فيش داعي لو أني نتكلم على عدة أمور لكن أنا قلت أني ناقشت مع الثوار. اوكي خلاص انتهينا الموضوع. كلمه اخيره للثوار. خلاص عبد الرحمن وصلنا زي معلومه.